on espère tous que les résultats seront positifs. Et sans tarder, je vais donner la parole à Monsieur le doyen de la faculté des sciences pour qu'il puisse nous permettre l'ouverture de ces journées, Inch'Allah. Monsieur Tsepti, Sotar. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. باسمكم جميعا اسمح لي أن أرحب بالسيد المدير العام للبحث العلمي، السيد كذلك عضو المجلس الوطني، السيدة رئيس الجامعة، السادة مسؤولي قطاع الغابات، مشاركين الذين أتونا من ضفتي البحر الابيض المتوسط في هذا الملتقى الذي يعد الثاني من نوعه مخصص للغابات وبالضبط للتنين. فكذلك اسمح لي ان اشكر المنظمين لهذا الملتقى وكذلك كل من ساهم من مؤسسات وطنيه وخاصه في انجاح هذا الملتقى الوطني. فلا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق والنجاح للمنظمين في أعمالهم. لا شك أن النتائج إن شاء الله تكون واضحة وملموسة وتعود بالخير على غابتنا التي كما تعرفون مهددة يعني بشكل خطير من عدة من حرائق ومن كذلك طفيليات. فحتى لا أطلع عليكم أتمنى التوفيق والنجاح للمشاركين في هذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.